المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين ملفات الليلة. تصاعد المواجهة الأمنية بين الكرد وحكومة العدالة والتنمية، مقتل 8 جنود جنوب شرق تركيا ومواجهات في اسطنبول. وبعد الفشل في تأليف حكومة ائتلافية والحرب على حزب العمال، أردوغان يلجأ إلى خيار الانتخابات التشريعية المبكرة. هناك تأييد من عدة خلافات سياسية تمنع انتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان، وبرزاني متمسك بالمنصب. هل تحمل الانقسامات أبعادا خارجية وتفضي إلى تقسيم الإقليم؟ من جنوب شرق تركيا إلى اسطنبول، باتت ساحة المواجهة الأمنية بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب العمال الكردستاني على وقع حسابات سياسية. حزب رجب طيب أردوغان الذي فتح الحرب على الكردستاني قبل نحو شهر، فشل حزبه في تأليف حكومة ائتلافية، وهو كان فشل في الحصول على أغلبية برلمانية. أردوغان وفي آخر توجهاته أعلن أن البلاد تتجه سريعا إلى انتخابات مبكرة، وبين الحرب على العمال الكردستاني وخيار الانتخابات المبكرة، هل يخوض أردوغان مغامرة سياسية؟ وهل هذه الانتخابات المحتملة هي للتوظيف الداخلي فقط؟ هذا في المحور المسائي الأول. وفي المحور الثاني المتصل بالقضايا الكردية أيضا، فإن الخلافات السياسية في إقليم كردستان العراق منعت انتخاب رئيس جديد للإقليم، برغم أن ولاية مسعود برزاني تنتهي غدا. هل الخلافات بين أربيل والسليمانية تحمل أبعادا إقليمية؟ ولكن قبل الدخول في تفاصيل الملفين، نتوقف مع موجز لأهم الأخبار. أهلا بكم. نقل مراسل الميادين عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن الرئيس محمود عباس سيقدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما أوصت اللجنة التنفيذية باستقالة أكثر من نصف أعضائها، وستسري ابتداء من يوم السبت استقالات كل من الرئيس عباس وحنان عشراوي وصائب عريقات وأحمد مجدلاني ومحمود إسماعيل وأحمد قريع وغسان الشكعة. ويضيف المصدر أنه في حال قبول الاستقالات سيصبح بالإمكان دعوة المجلس الوطني للانعقاد. ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر أهلا بك، هل من تفاصيل أوفى حول هذا الخبر؟ مصدرنا يؤكد أن هذا مقترح من عدة اقتراحات حول آليات ناظمة قانونية لعقد المجلس الوطني. في آليات عقد المجلس الوطني، إما مجلس وطني جديد، وإما دعوة المجلس الوطني بقوامه الحالي، وإما أن يكون هناك دعوة طارئة. على كل حال من الأحوال، أعضاء اللجنة التنفيذية عددهم 18، ويمكن إدراج انتخابات لجنة تنفيذية جديدة على جدول أعمال المجلس الوطني في حال استقالة نصف أعضاء اللجنة. آخر جلسة كانت عقدت للمجلس الوطني عام 1996 باعتباره برلمان منظمة التحرير الشعبي في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني ل 12 مليون فلسطيني، لكن آخر اجتماع طارئ تم عقده للمجلس الوطني كان في 2009 بهدف انتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جديدة. نحن نتحدث عن عضوية 740 من أعضاء المجلس الوطني، وهذا سيكون حدث تاريخي يعول عليه بأن هناك قرارات هامة ومصيرية كان الرئيس عباس ألمح إلى أنها يمكن أن تكون في شهر أيلول القادم، وهو أيضا موعد انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي الرئيس عباس خطابا هناك. نقطة أخيرة، اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر يوم السبت، ويوم السبت يعلن رسميا عبر الوكالة الرسمية إذا كان فعلا تقدم الاستقالة وتقبل، مع الإشارة إلى أن هذه الاستقالة من عضوية اللجنة التنفيذية فقط وليس من أي مناصب أخرى. نعم، شكرا لك ناصر اللحام مدير مكتب الميادين، كنت معنا من بيت لحم مباشرة. ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قضاة المحكمة العليا قرروا إلغاء قرار الاعتقال الإداري بحقه وإبقائه في المستشفى، وكان مصدر قضائي إسرائيلي رجح إطلاق سراح علان فورا بعد إجراء الفحص الطبي الذي أجره اليوم، وأشارت الفحوصات إلى تعرضه لضرر دماغي بسبب فقدان فيتامين بي. محامو علان طالبوا بالإفراج الفوري عنه، كما أشارت حكومة الاحتلال إلى إمكانية إطلاق سراحه قبل موعد الثالث من الشهر المقبل الذي حددته النيابة العامة. وتنضم إلينا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمى. نسرين أهلا بك، ما هي مفاعيل مثل هذا القرار الآن؟ أولا صلاح، القرار الذي اتخذ من محكمة الاحتلال اعتبر التفاف
على الحق وعلى الواجب واستجابة لمطلب النيابة الإسرائيلية، لأن القرار يعني تعليق الاعتقال الإداري بحق محمد علان، بمعنى أنه في حال تحسنت صحة محمد علان فإنه يحق للنيابة الإسرائيلية إعادة فرض الاعتقال الإداري عليه، وما جرى هو فقط تعليقه بشكل مؤقت لحين تحسن وضعه الصحي. إذا لم يتحسن وضعه الصحي وأصيب فعلا بتلف أو بعاهة مستدامة في الدماغ يلغى قرار الاعتقال الإداري نهائيا، لكن إذا تحسنت صحته يحق للنيابة إعادة اعتقاله. ما يجري الآن هو أن الأسير محمد علان بالنسبة له فك الإضراب بعد 66 يوما من إضرابه عن الطعام، تمت إعادة تخديره وتنويمه ونقل إلى مراكز العناية المكثفة للبدء بكسر الإضراب عن الطعام وبدء إدخال المواد الغذائية إلى جسمه وتقديم العلاج اللازم له. النادي الأسير الفلسطيني اعتبر قرار المحكمة تواطؤ مع النيابة، لكنه يؤكد أن الأسير علان انتصر بعدة مجالات، منها انتصر على التغذية القسرية وأثبت أن المقاومة ستنتصر حتى من خلال الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام. نعم، سنتواصل معك للوقوف على آخر تطورات حالة الأسير محمد علان. شكرا لك نسرين سلمى مراسلة الميادين من رام الله. ختام الموجز، عودة إلى كمال مع المسائية. قتل وجرح عدد من الجنود الأتراك في هجوم لحزب العمال الكردستاني بإقليم سيرت جنوب شرق البلاد، فيما اعتقلت الشرطة مسلحين في اسطنبول بعد سماع دوي في المدينة. إلى ذلك تتواصل المواجهات بين الجيش التركي وعناصر الحزب، ما دفع أنقرة إلى فرض حظر للتجوال في وارتو في محافظة موش الشرقي. تقرير عباس صباغ. الأوضاع الأمنية في تركيا إلى مزيد من التدهور من اسطنبول إلى جنوب شرق البلاد، فبعد سلسلة هجمات شهدتها مدن تركية عدة قتل وجرح عدد من الجنود في إقليم سيرت في هجوم لحزب العمال الكردستاني. أما في اسطنبول فاعتقلت الشرطة مسلحين بعد دوي انفجار أمام قصر دولمي باهشتي الذي يضم مكتب رئيس الوزراء. اسطنبول شهدت أيضا توترا بعد إطلاق الشرطة النار على محتجين كرد ما أسفر عن مقتل أحدهم. المواجهات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني تتواصل مع استمرار الغارات الجوية التركية على مواقع الحزب. المسؤولون الأتراك وعلى الرغم من الأزمة السياسية بعد الإخفاق في تأليف حكومة جديدة يصرون على مواصلة ما يسمونها معركة القضاء على حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية وخارجها. حزب الشعوب الديمقراطي وصف الأوضاع في مدن تركية عدة بالخطيرة. الجيش التركي بدوره أكد أن حزب العمال الكردستاني أغلق طريقا يصل بين إقليم لايز في ديار بكر ومحافظة بنغول جنوب شرقي البلاد. في موازاة ذلك شنت قوات الأمن عملية واسعة ضد الحزب في إقليم سيلفان بمحافظة ديار بكر، بعدما نصب مسلحون حواجز وحفروا خنادق وسيطروا على مركز صحي بحسب ما أفادت وكالة دوغان للأنباء. عناصر الحزب الكردستاني سيطروا أيضا على بعض المدن في جنوبي شرقي تركيا، ما دفع أنقرة إلى إعلان حال الطوارئ وفرض حظر للتجول في وارتو في محافظة موش الشرقية. لمناقشة هذا الملف معنا الآن مباشرة من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد جل، أيضا سينضم إلينا عبر سكايب من برلين مدير المركز الكردي للدراسات الأستاذ نواف خليل. أستاذ محمد زاهد جل، أبدأ معك من هذه المواجهة الأمنية والمواجهة العسكرية التي تحصل حاليا في تركيا. هل فعلا الحكومة ماضية لتحقيق أهداف على سبيل المثال منها القضاء تماما على حزب العمال الكردستاني؟ هل هذا هو التوجه الآن وهل يمكن تحقيقه؟ من المؤكد أن الحكومة في نهاية المطاف يجب أن تدافع عن هيبة الدولة وعن مؤسسات الدولة وعن العاملين في الدولة، وهي ماضية في الدفاع عن نفسها عمليا تجاه هذه الهجمات. لكن
هل سيكون هذا الحل الأمني هو نهاية الطريق أو نهاية المطاف وأنه لا يمكن الصيرورة إلى حل سياسي؟ أنا قناعتي الشخصية أن الأزمة أزمة حزب العمال الكردستاني تحديدا أزمة أكثر يعني لها من التاريخ أكثر من 3 عقود من الزمن، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 30 سنة حل هذه القضية من خلال الحل الأمني. والحل السياسي لا شك أنه هو الأساس وهو الذي سيصار إليه بدليل البنية الاجتماعية التي يتوافر عليها الكثير من الكرد. يعني نستطيع أن نتحدث عن عوائل كثيرة للغاية، جزء من أفراد هذه العائلة مقاتلون في داخل البيكيكي، وجزء من العائلة هم موظفون في الدولة أو حتى من الشرطة أو من الجيش التركي، بالإضافة إلى أن هناك عنصرا جديدا دخل في هذا الإطار وهو عنصر داعش. يعني الكثير من العناصر التركية داخل صفوف داعش هم من الكرد، فتجد نصف العائلة مقاتل في بيكيكي أو بيدي، والنصف الآخر مقاتل في منظمة إرهابية أخرى داعش. لكن ما يثير الاستغراب أستاذ محمد، هذا الواقع الاجتماعي، ما يثير الاستغراب أستاذ محمد أنه في الوقت الذي تواجه فيه تركيا تحدي في الخارج يتعلق بداعش والحدود ومشكلتها مع سوريا، أيضا هناك تحدي داخلي يتعلق بالانتخابات والحكومة الائتلافية التي وصلت المشاورات فيها لطريق مسدود، فكيف يمكن أن تواجه تركيا على كل هذه الجبهات، يعني الداخلي والخارجي على الحدود، وأيضا التحدي المتعلق بالأوضاع الأمنية بسبب تدهور العلاقة أو تدهور المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني؟ أنا قناعتي الشخصية أنني كما قلت قبيل قليل، نحن نتحدث عن مشكلة لها من العمر 31 عاما ولم تحل هذه المشكلة. وكذلك التحديات الأمنية هي لتحديات نعم في الوقت الراهن تعتبر حديثة نسبيا إذا ما نظرنا إليها منذ 3 سنوات تقريبا وحتى هذه اللحظة، لكن عمليا تركيا معتادة على هذا النوع من أنواع المواجهات العسكرية والأمنية. مناطق الشرق التركي بقيت تحت حكم الطوارئ سنوات طويلة، وحزب العدالة والتنمية هو أول حكومة أزال هذه الأحكام الطارئة في هذه المناطق، بمعنى أن الحكومة تستطيع عمليا إجراء انتخابات كما كانت تفعلها منذ سنوات كثيرة للغاية، لكن ربما سيكون هناك بعض التغيرات الإدارية الطفيفة للغاية، بمعنى أن صندوق الاقتراع مثلا في مناطق الشرق التركي تحديدا سيكون في بعض المراكز وسيكون في مراكز المدن، ولن يكون ربما في القرى التي حولها، وستتولى إدارة الانتخابات العامة مثلا نقل المواطنين إلى القرى المعنية بهذا الأمر، بمعنى أن العملية ستسير بأريحية تامة كما كانت تحصل يعني عشرات السنوات السابقة بدون مبالغة، ولن تألو جهدا الحكومة في المضي إلى الانتخابات. لكن طيب، عمليا من المؤكد أن هناك تحدي سياسي وأمني خطير تشهده في الواقع الراهن تركيا. طب هذا التحدي السياسي والأمني، العمليات الأمنية التي تجري وحالة الاضطراب في الداخل التركي بالإضافة للتحديات الخارجية، هذه ستصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المبكرة التي تبدو مرجحة، أم ستصب في عكس ذلك؟ يعني في الوقت الراهن كل استطلاعات الرأي تشير إلى تحسن نسبي بسيط للغاية في أصوات حزب العدالة والتنمية، لكن هذا الأمر ليس بالضرورة، بمعنى أننا بإمكاننا أن نشهد في الانتخابات القادمة تراجع أكثر ربما لحزب العدالة والتنمية، وليس بالضرورة أن حزب العدالة والتنمية سيستطيع أن يشكل أو يستطيع أن تكون له الأغلبية المطلقة التي تخوله لتشكيل الحكومة بمفرده. يعني الحسابات في قناعتي ليست قناعة حسابات بقدر ما أنها ستجبر السياسيين الأتراك إذا ما حصلنا نتيجة مشابهة لنتائج 7 من حزيران أن يكون هناك نوع من أنواع التفاهم السياسي، ويكون هذه الانتخابات أرضية لهذا التفاهم، لأن عملية التفاهم السياسي سواء بين أحزاب المعارضة أو بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة في الوقت الراهن نستطيع أن نقول أنها غير موجودة. نعم. الأمر الآخر، الأحزاب السياسية تنظر في حساباتها أيضا إلى الناخب التركي، يعني 70% من ناخب حزب العدالة
العدالة والتنمية لم يكن يريد أن يكون هناك حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري. حزب الشعب الجمهوري أيضا القاعدة الأكبر من ناخبيه لا يريد أيضا من قيادته السياسية أن يكون على حكومة أن يتوافر على حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية. هذا الأمر تحديدا يضع السياسيين في الأحزاب السياسية أمام تحدي أمام الناخب التركي الذي أيده. طيب أستاذ محمد، الانتخابات القادمة لو خرجت بنتيجة مشابهة ومماثلة نستطيع أن نقول أن حزب العدالة والتنمية بإمكانه بأريحية تامة أن يجلس كما الأحزاب السياسية مفروض عليها أن يجلسوا للوصول إلى حكومة. طيب أستاذ محمد أرجو أن تبقى معنا لنكمل أيضا في هذا الملف. بعد الهجمات الأخيرة في تركيا في ظل الفراغ الحكومي وانهيار الليرة التركية، أي مستقبل ينتظر البلاد؟ قراءة لعلي هاشم. كمن على رأسه الطير، يقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسط حقل ألغام يتهمه معارضوه بأنه زرعه لنفسه. فتركيا التي كانت تروج لسنوات لسياستها صفر مشاكل تبدو اليوم رازحة تحت كل أنواع المشاكل. أزمة سياسية داخلية وفراغ حكومي، أزمة اقتصادية متعاظمة وانهيار لليرة، والأسوأ من الأولى والثانية اهتزاز أمني يبدو مرشحا للتصاعد مع تحول تركيا بحسب آخر ما بثه تنظيم داعش إلى هدف مشخص للهجمات. لم يأتي كل هذا من فراغ، ومن يحضر العفريت معني بصرفه، وإلا فعليه تحمل تبعات تحضيره. هكذا يقول معارضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، هؤلاء الذين حذروا مرارا من التورط التركي في سوريا والعراق ومن غض الطرف عن آلاف المقاتلين الأجانب الذين عبر بعضهم الحدود وبقي بعضهم الآخر داخل البلاد ليبني شبكات معقدة وخلايا نائمة تتحرك اليوم تحت أكثر من عنوان. بالنسبة لأردوغان وحزبه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، هذا ما يقوله مؤيدوه وهم يدافعون عن وقوفه إلى جانب بعض المعارضة السورية في مسعاها لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. هؤلاء كانوا ينظرون للدور التركي القادم في المنطقة وتوسيع رقعة التأثير، بل وتوسيع خريطة الدولة التركية في ظل ما يحكى وحكي عن إعادة رسم لخرائط المنطقة. لا تبدو حسابات أنقرة متطابقة مع حسابات البيدر. المشهد أصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للرئيس أردوغان، وهو كمن يفقد السيطرة على خيوط اللعبة التي تمرد بعضها على يده التي فقدت مرونتها، أما بعض الخيوط الأخرى فلا تظهر قوية بما يكفي لتسمح له باستعادة المبادرة. عودة من جديد إلى ضيفي الأستاذ محمد زاهد جول في اسطنبول. أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث والتقرير قبل قليل لزميلي علي يتحدث عن المشاكل الأمنية الاقتصادية العسكرية والسياسية في تركيا في الداخل والتحديات في الخارج، هذا سوف يدفع الناخب التركي أو الرأي العام التركي للحديث أو للقول بأنه هذه المشاكل كانت نتيجة لعدم تمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة بمفرده، أي عندما كانت العدالة والتنمية في السلطة بمفردها لم نكن نعاني من هذه المشاكل، وبالتالي هذا سوف يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية انتخابيا، أم سيحصل العكس، الأمور سوف تنفلت وبالتالي تدخل تركيا في مرحلة عدم الاستقرار؟ يعني كلا القراءتين بالإمكان أن يقع، ولكن الأقرب بطبيعة الحال أن يفوز حزب العدالة والتنمية بالأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بحسب استطلاعات الرأي اليوم. لكن عمليا ليس بالضرورة أن تحسم الأمور بهذه الصيغة، بمعنى أن حزب العدالة والتنمية سيبقى في صدارة المشهد السياسي، لن يكون هناك تراجع كبير إن حصل هناك تراجع، لكن لن يستطيع أن يشكل الحكومة بمفرده. يعني حزب العدالة والتنمية في نهاية المطاف هو أصبح وخلال السنوات الماضية بالجمهور الكبير الذي يتوافر عليه، يعني نستطيع أن نصنفه بأنه من أحزاب السلطة السياسية. فضمن هذه المعادلة لن يكون هناك خروج بطبيعة الحال لحزب العدالة والتنمية من الحكم بأي شكل من الأشكال، لكن من المؤكد إما أنه سيستلم السلطة بمفرده أو يكون هناك شراكة معه مع أحزاب المعارضة السياسية التي لا تقترب حتى هذه اللحظة من الائتلاف.
لكن من المؤكد أن إعادة جولة الانتخابات سيفرض على حزب العدالة والتنمية وعلى أحزاب المعارضة واقعا جديدا يجب تفهمه ويجب العمل عليه، وهو أن تشكيل لحكومة ائتلافية معقولة وفق هذه القراءة وليس بالضرورة. أستاذ محمد، وفق هذه القراءة سأستمع أيضا لرأي ضيفي الذي أصبح الآن جاهز معنا من برلين، مدير المركز الكردي للدراسات أستاذ نواف خليل. أستاذ نواف، يعني تطرح العديد من الأسئلة حول في هذا الجو، يعني الصدام بين حزب العمال الكردستاني من جهة والحكومة التركية من الجهة الأخرى، مع اقتراب موعد الانتخابات وتعرف حقق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي اختراق. يتم الحديث الآن عن مستقبل هذا الحزب في ظل هذا الصدام الحاصل بين الحكومة وبين حزب العمال الكردستاني، وهل سيدفع هذا الحزب ثمن ذلك في الانتخابات المقبلة أو حتى في مستقبله السياسي في تركيا؟ مساء الخير لك والمشاهدين. أسعد الله مساءك. المسألة اللي تتعلق بحزب الشعوب الديمقراطية، المسألة تتعلق بمصير ومستقبل شعب يعني ينكل به منذ 9 عقود. تركيا التي تفرض حتى الآن على الشعب الكردي الدستور الذي يقول في مادته 66 كل من يعيش في تركيا وتركيا. وأما الحديث عن بعض الحقوق، ليس هناك أي حق من الحقوق في الدستور التركي، ليس هناك أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى مكون اسمه الشعب الكردي. أما بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطية، هناك العديد من الأحزاب التي تم منعها وقمعها وقتل أعضاء في البرلمان التركي وزج البعض في لمدة أكثر من عقد في السجن، ولا زال أيضا القائد الكردي القائد التاريخي لحزب العمال الكردستاني في السجن، رغم أن تركيا الرسمية تدعي أن هناك تناقضا من نوع ما بين السيد أوجلان وبين قنديل. إذا فلتسمح تركيا مثلا للقنوات الفضائية ليذهبوا إلى إمرالي وليتحدثوا إلى السيد أوجلان. الشعب الكردي اتخذ قراره وهو لن يتراجع عن المقاومة في وجه يعني إرهاب الدولة التركية المنظم وما نشهده في مدن شمال كردستان وفي كل المناطق من هبة جماهيرية عارمة في مواجهة قمع وإرهاب الشرطة التركية هو دليل واضح، بل إن الأمر وصل إلى بعض المدن إلى إعلان إدارة ذاتية. الدولة التي لا تقدم لك إلا القتل والتنكيل لا بد أن تجد أنت أيضا حلولا. طيب سيد أستاذ نواف، حصل على أكثر من 6 ملايين صوت في عموم كردستان وتركيا، أستاذ نواف هذا المقدمة 17 ولاية كردستانية. طيب على كل أحوال أنت لم تجبني على موضوع مستقبل حزب الشعوب الديمقراطية، لكن بكل الأحوال انطلاقا مما تقوله أستاذ نواف، الكرد وحزب العمال جربوا القتال المسلح ضد تركيا عقود وليس فقط سنوات، ولكن ذلك لم يفضي إلى نتيجة. لماذا العودة إلى نفس المسار طالما أنه أيضا يعني ما النتيجة التي سوف يصل إليها الكرد نتيجة استخدام السلاح من جديد؟ نعم، أود أن أقول بعجالة، يعني مستقبل حزب الشعوب الديمقراطية يمكن أن يمنع الحزب، يمكن أن يقتل بعض أعضاء الحزب، يمكن أن يزجوا في السجون. كل شيء بالنسبة لتركيا وارد، كل شيء بالنسبة لرئيس التركي الذي كان حزب الشعوب الديمقراطية هو الحال دون تحقيق حلمه في تحويل تركيا إلى جمهورية أو إلى إمبراطورية عثمانية جديدة، كل شيء وارد. يعني مستقبل حزب الشعوب الديمقراطية لا يتوقف على منع رسمي للحزب، هناك ملايين المناصرين وملايين الأعضاء الذين لديهم استعداد للتضحية بكل ما يملكون في سبيل الحفاظ على القيم القومية الكردية. بالنسبة للقتال، تركيا هي التي فرضت القتال على الكرد، يعني ما الذي يملكه الجانب الكردي حتى يقاتل دولة بحجم تركيا؟ الكرد يقاتلون دفاعا عن أنفسهم. تركيا دمرت أكثر من 4500 قرية، تركيا التي تحرم حتى الآن يعني السماح بافتتاح روضة أطفال باللغة الكردية من الناحية الرسمية. طيب ما الهدف أستاذ نواف من فرض هذا الخيار على الكرد؟ الهدف واضح جدا، يعني فرض الاستسلام على الكرد، لأن الكرد هم كانوا القوة الأساسية التي حالوا كما قلت يعني دون تحقيق أردوغان لأحلامه. يعني ليس دكتاتور واحد في العالم فقط هو الذي أودى بشعبه أو بشعوبه إلى المهالك. يعني تركيا ربما لا يستطيع أردوغان أن يكون كأي دكتاتور من دكتاتوري عالم ثالث، لكن أقول لك مثلا ولا يستطيع الضيف أن ينكر ذلك، قدري غورسل كتب تغريدة على تويتر قال لا أعلم كيف يقدم العالم التعازي لمن تسبب في الإرهاب، في إشارة إلى عملية سروج التي أودت بحياة العشرات من الشباب الكرد والترك. في اليوم التالي صحيفة ميليت قالت
أقالت قدري جورسيل وقالت إن ما يقوله أو ما يكتبه لا يساعد على بيئة العمل. نتمنى طبعا أن يكون الشعب التركي أيضا له رأيه. هذه الحرب التي يعني صرف عليها أكثر من 400 مليار كان يمكن أن تشمل ذلك نهضة كبيرة. تركيا يعني التي رفعت شعار صفر مشاكل مع الجيران الآن صفر مشاكل مع الجيران وصفر مشاكل مع الشعب الكردي ومع بقية القوميات والأقليات الدينية والقومية. طيب أستاذ محمد زاهد قول يعني استمعت إلى هذا الكلام وهناك نقطتين لافتتين. الأولى تتعلق بعملية السلام مع الكرد، هل طويت هذه الصفحة؟ هذه نقطة. والنقطة الأخرى تتعلق بما يقوله ضيفي عن التنكيل، يعني هذا ينسجم مع كان ما قاله اليوم رئيس حزب الشعوب الديمقراطية عندما قال نسمع أن عمليات ثقيلة نفذت في سلفان وسط المدينة واستخدمت الدبابات والأسلحة الثقيلة، يقول سنقوم بتقييم الوضع، ليس لدينا اتصالات مع هذه البلدات وليس هناك انترنت أو كهرباء أو ماء، للأسف الوضع خطير في العديد من المدن. يعني إذا كان الرئيس أردوغان يعيب على الرئيس بشار الأسد أو بعض الأنظمة في المنطقة أنها تقوم بعمليات قتل لشعبها وغيرها، هو يفعل ذات الشيء وتسمي ذلك حماية مؤسسات، لماذا لا يكون ذلك أيضا في بلدان أخرى حماية مؤسسات؟ بالنسبة للنقطة الأولى أبدأ من السؤال الثاني حقيقة أو النقطة الثانية مباشرة وهي النقطة الأهم. قناعتي الشخصية أنني كما قلت منذ البداية أن حل هذه القضية سيكون في نهاية المطاف في الإطار السياسي وليس في الإطار الحل الأمني. هذا ما يقتنع به أردوغان وهذا ما قاله أردوغان مرارا وتكرارا. ولولا أصلا الانفتاح الديمقراطي الذي حصل في تركيا خلال السنوات الماضية وخاصة منذ عام 2005 وحتى هذه اللحظة لما وصل حزب ديمقراطية الشعوب إلى البرلمان التركي. يعني لم يكن يسمح في تركيا، كلنا نعرف أنه كان هناك قمع بشكل مباشر لكون الإنسان كرديا بغض النظر عن فكره السياسي وبغض النظر عن رؤيته السياسية. لكن هذا الأمر منذ عام 2005 قد تغير. الآن هناك قناة، ليس كما يقول الضيف، يعني هناك قناة ناطقة باللغة الكردية، هناك دعاية انتخابية باللغة الكردية، حتى في الأحزاب حزب العدالة والتنمية عنده دعاية باللغة الكردية يعني في الانتخابات، وهناك أيضا مؤسسات وجامعات حكومية تدرس اللغة الكردية وتدرس الأدب التركي، وزارة الثقافة تطبع الأدب الكردي وليس رياض الأطفال باللغة الكردية، هذا لا يمنع هذا الكلام. يعني عمليا هناك تغير ملحوظ وواضح، وهناك اعتراف أولا بأخطاء الماضي، هناك اعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وبالحل الأمن الذي تم ممارسته في السابق، وفي الوقت الراهن هناك مسار جديد. عملية السلام في قناعتي لم تتوقف بقدر ما أنها وضعت في ثلاجة، هذه الثلاجة تحفظ عملية السلام حتى يتم التوافق وحتى يتم إلقاء السلاح. في الوقت الراهن أنا قناعتي الشخصية أن ما تقوم به مؤسسات الدولة هي الدفاع عن هيبتها ضمن إطار مسار عملية السلام. تحديدا خلال السنتين أو الثلاثة الماضية كان هناك انتهاكات كثيرة للغاية يقوم بها المسلحون الأكراد. الحكومة التركية كانت تغض الطرف من أجل الوصول إلى النتيجة التي كانت تريدها، لكن الذي حصل بالفعل على الأرض أن هناك قتل بشكل مباشر لشرطيين تركيين ولأحد الجنود الأتراك تم تبنيها رسميا من قبل البيكيكي. هنا انتهت عملية السلام، هنا توقف عملية السلام. طيب نسأل إذا سمحت لي أستاذ محمد، نسأل ضيفي أيضا أستاذ نواف خليل إذا كان يوافق على أنه عملية السلام في الثلاجة حاليا يعني جمدت ولم تنتهي، وأيضا مستقبل هذا الصدام أستاذ نواف خليل بين الحكومة التركية وبين حزب العمال الكردستاني وبين الكرد إلى ماذا سيفضي؟ المشهد الأمني والسياسي والاقتصادي الآن أيضا إلى ماذا سيفضي؟ فقط اسمح لي بعجالة أن أرد على ما ذكره في بعض النقاط السيد قل. أولا أنا أعلم أن هناك قناة ناطقة بالكردية، لكن والأمور الأخرى التي ذكرها ليس هناك أي شيء قانوني يمكن إلغاء كل ذلك بين عشية وضحاها. أنا أتحدث عن حقوق شعب، يعني تقول كل وسائل الإعلام أنه لا يقل عن 15 مليونا. هل هناك أي إشارة قانونية إلى الكرد في الدستور التركي مثلا؟ هل هناك مدرسة رسمية؟ وأنا لا أتحدث عن الدروس هنا أو هناك. أنا أسأل نعم موجود. أيضا يعني
ليس هناك اي شيء موجود. دستوري سيد زاد قل ماده يعني اختياريه في كل المجالس الدستور الحكومية. التركي الذي يقول في مادته 66 ان كل من يعيش في تركيا هو تركي، هل تم الغاء هذه الماده؟ هل تم إعادة إسماء أكثر من 10,000 قرية كردية؟ هل تم إسماء إعادة المدن الكردية؟ هل تم يعني صحيح. هذه المسائل لا زالت كلها موجودة. أنا أقول لك أتمنى أن تكون عملية السلام، يعني أن لا تلغى عملية السلام نتيجة طموحات الرئيس التركي. ربما يعني إذا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المبكرة التي من المزمع أجروها كما واضح، يعني ربما إذا لم يتمكن تدفع القوى التركية الأخرى باتجاه إيجاد حل المسألة الكردية. الذي يتعرض للظلم والذي يتعرض للقمع والذي يتعرض للقتل هو الشعب الكردي، وكأن الدولة التركية هذه السردية عن مظلومية الدولة التركية أتمنى أن تتخلص منها. حينما يجري شيء ما في أي مدينة من مدن فلسطين المحتلة، ونحن بالتأكيد نتضامن مع كل مظالمهم، ترفعون عقيرتكم ولكنكم تقتلون الناس وهم على يصلون. أحد طيب. أبناء الضحية الكردية التي قتلت نتيجة الغاء على قرية سرقلة، واسمح لي فقط في ثواني، يلا، أحد الذين يعني والدته استشهدت نتيجة الغارة التركية على قرية سرقلة المدنية، أهدى سجادة التي كان يصلي عليها والدته، قال للبرلمان الكردي عثمان بايدمر، قال اهديها للرئيس التركي وقل له لم تكن هناك مجموعات مسلحة، والدتي كانت مسلمة وتصلي على هذه السجادة. طيب. هذه تركيا التي أشكرك جزيل الشكر أستاذ نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات، كنت معي مباشرة من برلين. الشكر أستاذ محمد زاد قل كاتب الباحث السياسي كان معنا مباشرة من اسطنبول. دعت الأحزاب الكردية العراقية برلمان إقليم كردستان إلى تأجيل مناقشة تعديل قانون رئاسة الإقليم بسبب استمرار المباحثات بشأن الرئاسة. وكشف العضو الأرمني في البرلمان يرفانت نيسان أن واشنطن أوصت الأحزاب الكردية بضرورة تمديد ولاية مسعود برزاني عامين آخرين. التفاصيل في التقرير التالي لدلول حديدان. إقليم كردستان العراق على أبواب أزمة سياسية قد يعود من خلالها إلى 20 سنة خلت. فشل الأحزاب والتيارات السياسية تحت قبة البرلمان في التوصل إلى صيغة توافقية لحل قضية الرئاسة بتعديل قانون رئاسة الأقاليم يضع كردستان العراق أمام احتمالات ثلاث. إما أن يطلب الأفرقاء من أعضاء البرلمان مهلة زمنية إضافية لإجراء المزيد من المباحثات للتوصل إلى حل يرضي الجميع، أو التمديد للرئيس الحالي مسعود البرزاني عامين آخرين، أو أن إقليم كردستان سيجد نفسه أمام إدارة ثانية في سليمانية وفق ما يلوح به مسؤولون في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس السابق جلال الطالباني وحركة التغيير برئاسة نوشيروان مصطفى قبل بضعة أيام. الرجلان رفض التجديد لبرزاني لولاية ثالثة، فقد وافق على ذلك قبل عامين مقابل إجرائه بعض التعديلات على مشروع دستور منطقة كردستان وتحويل النظام من رئاسي إلى برلماني، وهو ما لم يحدث وأوصل البلاد إلى هذه المعضلة. الحل المؤقت لها في قانون رئاسة كردستان ل 2005 ينص في مادته 25 على أنه إذا شغل منصب رئيس الإقليم لأي سبب كان يمارس مهماته رئيس البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد خلال 60 يوما من تاريخ شغول المنصب. رئيس البرلمان يوسف محمد القيادي البارز في حركة التغيير المعارضة رفض من جهة قرار مجلس الشورى قبل أيام التمديد لرئاسة البرزاني، موضحا أنه قرار غير ملزم ولا شرعية له لكون مجلس الشورى جزءا من وزارة العدل ولا يجوز له فرض إرادته على السلطة التشريعية. في مقابل ذلك أكد حزب الرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الرئيس سيبقى في منصبه ولن تؤول الأمور لرئيس البرلمان من دون أن يشير إلى السند أو الأساس القانوني لبقائه. أكثر من ذلك خرج مؤيدوه في تظاهرات تدعو لبقائه في منصبه مع عرض عسكري قرأه محللون على أنه تهديد مباشر لخصومه بقلب الطاولة عليهم. بعض ما أميط عنه اللثام في الدوائر المغلقة أن مفاوضات تجري بين البرزاني وخصومه برعاية إيرانية تركية لتمرير صفقة تقوم على تغيير النظام السياسي في المنطقة من رئاسي إلى برلماني مع بقاء البرزاني في منصبه لمدة عامين، مدة دعت إليها أمريكا، فالوقت بالنسبة إليها لا يسمح بفراغ سياسي في الإقليم مع غياب بديل عن البرزاني الذي صار شريكا لها في الحرب على داعش. لمناقشة هذا الموضوع معي الآن مباشرة من أربيل الكاتب الصحفي الأستاذ فؤاد عثمان طه. أستاذ فؤاد أسعد الله مساءك، وغدا تنتهي ولاية رئيس إقليم أسعد الله كردستان العراق. ما الذي سوف يحدث؟ أولا أسعد الله مساءكم ومساء مشاهدي قناة الميادين. لا شك إن
الميادين. نعم، لا شك أن بعد الساعات القليلة القادمة أو بالتحديد بعد ساعة ونصف من الآن سوف يدخل أقليم كردستان في فراغ قانوني بعد انتهاء ولاية رئيس أقليم كردستان. ومع ذلك إن برلمان أقليم كردستان لم يتمكن من عقد جلسة لمناقشة أو إجراء القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الثاني تعديل قانون رئيس رئاسة أقليم كردستان، بذلك تم سد الباب الأول لتوصل الأطراف لتوصل الكتل البرلمانية والأطراف السياسية الكردستانية لإيجاد حل لهذه المشكلة، مع بقاء باب التفاوض والتوافق بين الأحزاب الكردستانية التي تقرر استمرار في المحادثات من أجل إيجاد منفذ لهذه المشكلة. طيب أستاذ فؤاد، تعديل قانون رئاسة أقليم كردستان، ما هي الاتجاهات داخل البرلمان الأقليم فيما يتعلق بهذه المسألة وأيضا الأفكار التي طرحت خلال الجلسة الماضية؟ القراءة الأولى يعني. لا شك إن حركة تغيير ومعها الأحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية ترى إن مع دخول أقليم كردستان في فراغ قانوني تحال صلاحيات رئيس الأقليم إلى رئيس البرلمان الكردستاني استنادا على المادة 15 من قانون رقم 1 لانتخاب رئيس أقليم كردستان، حيث تنص هذه المادة على أن عند شغر منصب رئيس أقليم كردستان لأي سبب كان، أقول وأؤكد بأنه لأي سبب كان، يحل محله رئيس برلمان كردستاني محل رئيس الأقليم لمدة 60 يوما، ويكون له صلاحية مصادقة على القوانين. وأنا أرى أن هذه المشكلة نتجت عن عدم امتلاك أقليم كردستان لنص قانوني أو دستور تنص على إيجاد حل أو تحديد حلول لذلك، كما هو موجود في العراق حيث ينص الدستور العراقي في أحد موادها إلى أن عند شغل منصب رئيس الجمهورية يستمر صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جمهورية. طيب تبقى معنا أستاذ فؤاد عثمان طه إذا سمحت. خلافات بين القوى السياسية الكردية بشأن الرئاسة تعكس انقساما حادا في الصراع على السلطة، لكنها ربما تتجه إلى تقسيم الأقليم بين السليمانية وأربيل. قراءة لقاسم عز الدين. ما يظهر على السطح من تضارب بين القوى السياسية الكردية عشية انتهاء ولاية مسعود البرزاني قد تكون أبعاده فرقة واحترابا كما تحذر الأطراف المعنية. الأحزاب الكردية الثلاثة المعارضة لاحتكار السلطة بحسب تعبير ممثليها تتعارض مع رئيس الإقليم مسعود البرزاني في معظم مسائل الحكم وفي السياسات. تحالف البرزاني مع تركيا في مواجهة حزب العمال أثار غضب الكرد الذين أخذوا على إربيل دخولها في تحالفات إقليمية في مواجهة سوريا وإيران. الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني الذي يتهم البرزاني بالسيطرة على ملفي الأمن والاقتصاد يحذر من اقتتال بين الكرد إذا لم تلتزم إربيل بالشراكة والمساواة كما يقول برهم صالح. حركة التغيير الكردية كوران تهدد بإعلان محافظة السليمانية إقليما مستقلا احتجاجا على ما تسميه سياسة التهميش والتمييز. الحركة تتهم رئاسة الإقليم بالفساد في اتفاقيات النفط وبيع الأراضي، كما تتهمها بالمحسوبيات في هدر حوالى 50 مليار دولار وفق علي حم صالح. لكن البرزاني يتوعد الذين يستهدفون وحدة الإقليم بأضغاث أحلام، كما يهدد الذين يصفهم بالانفصاليين من دون تراجعه عن مسعى بقائه في الرئاسة.
في هذا السياق تلقى البرزاني دعما من الوفد البريطاني الأمريكي الذي رأى أن بقاء البرزاني هو الأنسب بحسب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بريت ماكورك. وساطة بغداد لإيجاد حل قبل انفجار الاحتراب قد تصطدم بحجم المصالح التي نسجها البرزاني في تحالفاته الدولية والإقليمية، لكن الاقتتال الكردي في أواسط التسعينات ربما لم يكشف بما فيه الكفاية عن أن تقسيم واشنطن للأراضي العراقية أدى ويؤدي إلى احتراب مستدام داخل الكيانات الطائفية والعرقية، فالتقسيم لا قعر له ولا قرار. عودة إلى ضيفي من أربيل الأستاذ فؤاد عثمان طه. أستاذ فؤاد، بداية أول نقطة، إمكانية التمديد للرئيس رئيس الإقليم الحالي السيد مسعود البرزاني، هل هناك إمكانية للتمديد اعتمادا على ظروف خاصة يمر بها الإقليم، ولماذا الاعتراض على مثل هذا التمديد؟ كما أشرت إن عدم تمكين البرلمان لعقد جلسة لقراءة ثانية لمشروع قانون تعديل إقليم رئاسة إقليم كردستان سد باب الأول أمام توصل لحل لهذه المشكلة، مع بقاء الباب الثاني أو التفاوض أو إجراء محادثات بين الأطراف السياسية التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات يوم أمس والليلة الماضية بين الأحزاب الكردستانية، وسوف تستمر هذه الأحزاب في محادثاتهم وحواراتهم للتوصل إلى حل ترضي جميع الأطراف. وأنا أرى أن ثمة آفاق مشرقة أمام حل هذه المشكلة ومعضلة مع وجود رئيس جمهورية العراق السيد فؤاد معصوم على يعني لن يدخل إقليم كردستان العراق بتقديرك أستاذ فؤاد في دائرة الاستقرار بناء على هذه التباينات؟ أنا أرى أن الأحزاب الكردية، كافة الأحزاب الكردية سوف يضع مصلحة إقليم كردستان فوق مصالحه الحزبية أو الشخصية، وسوف يتوصل هذه الأحزاب إلى حل ترضي جميع الأطراف. طيب، فيما يتعلق بالتدخل الإقليمي أو التأثير الإقليمي على آراء الأطراف بالنسبة للتمديد للرئيس مسعود البرزاني أو حتى تغيير نظام الحكم في إقليم كردستان من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، هل هناك ثمة تأثيرات إقليمية أو دولية على ما يجري في الإقليم؟ لا شك، وكما ظهر خلال اجتماعات يوم أمس والليلة الماضية مشاركة ممثل الأمريكي والبريطاني والأمم المتحدة في اجتماعات الجارية في أقليم كردستان قد يكون له تأثير مباشر على مجرى المحادثات للتوصل إلى حلول مرضية. طب قيل أنه السيد مسعود البرزاني أيد قصف أنقرة لمواقع حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان، وأيضا نسق مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش، وهذا أو هذين الدعمين أو البعدين يعطيانه القوة الكافية لفرض نفسه رئيس على الإقليم سنتين إضافيتين. لم يتم تأكد من صحة تأييد رئيس أقليم كردستان لهجمات أنقرة على حزب العمال الكردستاني في أقليم كردستان بشكل واضح أو بشكل دقيق، لكن قد يكون هناك مطالبة لأقليم كردستان ومن طرف رئيس أقليم كردستان للحزب العمال الكردستاني لمراعاة ظروف أقليم كردستان على الأقل في هذه الفترة. طيب، بالنسبة للتأييد ما السياسات الخارجية لرئيس أقليم كردستان العراق فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران أو التسليح الذي قدمته إيران عندما تقدمت داعش باتجاه المناطق الكردية، أو حتى العلاقة مع أنقرة، العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هل هناك إجماع على هذه الخيارات في الإقليم، خيارات الرئيس البرزاني؟
لا شك إن تقسيم الكرد على الدول المنطقة كإيران وتركيا وعراق يدفع هذه الدول للتدخل بصورة غير مباشرة وبصورة مباشرة في ما يجري في أقليم كردستان لحماية مصالحها في المنطقة. وأتصور أن هناك تدخلات غير مباشرة من هذه الأطراف لحل مشاكل الموجودة في الأقليم. طيب. لأن ترى هذه الدول أن عدم استقرار الأقليم لا تصب في مصالحها. طيب، يعني باعتقادك الأمور سوف تمر بشكل سلس ولن يكون هناك انقسام؟ لن يكون هناك، لكن يعني بعض التصريحات لا تشي بذلك، يعني بعض تصريحات قادة الاتحاد الوطني لوحت بالعودة إلى زمن التسعينات، يعني ما أعرف إذا كنت تابعت بعض التصريحات. لم يتم تأكد من أن الاتحاد الوطني الكردستاني له توجه لإعادة إدارتين في أقليم كردستان، وتم التأكد على أن الاتحاد الوطني الكردستاني بدرجة أولى ضد تقسيم أقليم كردستان وضد العودة إلى ما دار في أقليم كردستان في التسعينات الماضي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فؤاد عثمان طه الكاتب الصحفي، كنت معنا مباشرة من أربيل، شكرا جزيلا لك. أحيت مؤسسات الأمم المتحدة في سوريا بالتعاون مع منظمات سورية غير حكومية اليوم الإنساني العالمي. المناسبة تحولت لتذكير العالم بواجباته إزاء دعم ملايين السوريين المحتاجين للمساعدة. تقرير محمد الخضر. احتفالية باليوم العالمي للعمل الإنساني في بلد بات الملايين من أبنائه بيمس الحاجة إلى المساعدة. مسرح تفاعلي وحوار مفتوح يضيء على نشاطات مؤسسات الأمم المتحدة في سوريا ويستمع إلى الملاحظات عليها. فعاليات تختصر جهودا كبيرة لكنها لا تزال أقل من المطلوب مع حجم الكارثة البشرية. نرسل هذه الرسالة العاجلة للعالم أن يهب وأن يسرع وأن يوحد الجهود في إيجاد مخرج من هذه الكارثة التي ألمت بأهلنا بسوريا. حضور كبير للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية. الهلال الأحمر السوري يتولى جزءا كبيرا من العمل الإنساني والإغاثي. متطوعون يخاطرون بأرواحهم للوصول إلى شرائح واسعة من المحتاجين. نتذكر أنه في ناس أقل حظاً من غيرهم ولازم نقدم لهم معونة. الهلال الأحمر، منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عم تقدم معونة طول السنة، يعني إحنا ما بنا يوم لحتى نتذكر الإنسانية. المنظمات الأممية والجمعيات غير الحكومية في سوريا تشكو ضعف الدعم الدولي الممنوح للعمل الإنساني. مناشدة مشتركة من أجل تحقيق الهدف الرئيس، إيصال المساعدات لمحتاجيها. نحن نعرف أن الأزمة السورية أزمة طويلة، يعني أزمة معقدة وطويلة، وهي نواجه تحديات فيها مثل نقص التمويل، ولكن نسعى دوما لإيصال المساعدات، لإيصال صوتنا للخارج من أجل دول العالم لحث على مزيد من التعاون والتمويل. المناسبة فرصة لاستذكار العاملين في الحقل الإنساني. 78 عاملا في هذا المجال قدموا أرواحهم خلال تأدية الواجب. 48 منهم من الهلال الأحمر السوري. أكثر من 12 مليون سوري بحاجة للمساعدات الإنسانية. أكبر موجة نزوح في العالم. 100,000 الضحايا خلال 5 أعوام من الحرب. معطيات قاسية تجعل للاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني طعما مرا مهما بلغت الإنجازات. محمد الخضر، دمشق، الميادين. في نافذتنا على أمريكا اللاتينية نطل على انقلاب الجنرال أوغوستو بينوشي على الرئيس تشيلي الراحل سلفادور ليندي. فبعد فوزه واجه ليندي المصالح الاستراتيجية الأمريكية في القارة الجنوبية، ولم يغفر الرئيس الأمريكي نيكسون لليندي سعيه إلى التخلص من الهيمنة الخارجية. تقرير هبة محمود. هذه فرصة الأخيرة للحديث معكم، فنحن نقصف الآن
عمال بلادي تحركوا لبناء مجتمع أفضل، فأنا أثق أن البذور التي زرعناها في ضمائر الآلاف والآلاف من التشيليين لن تذهب هباء. عاش تشيلي، عاش الشعب، عاش العمال. بهذه الكلمات أنهى سلفادور أليندي فترة حكمه في تشيلي. يومها في 11 من سبتمبر عام 1973 كان الجنرال أوغوستو بينوشي يقصف القصر الرئاسي ويقوم بانقلاب عسكري ضد أليندي الرئيس اليساري. بعد 3 سنوات من انتخابه حاول خلالها إخراج البلاد من الهيمنة الأمريكية. جاء إذن انقلاب بينوشي برضا من واشنطن، وجرى التعويل عليه ككلمة سر في تمرير العديد من السياسات الأمريكية في أمريكا اللاتينية. صاحب لقب الدكتاتور اتهم بقتل وتعذيب الآلاف من معارضيه وبارتكاب مذابح دموية بحق معاديه وبملء السجون بالمعتقلين، كما كان العدو الأول لمفكري وكتاب أمريكا اللاتينية وطارد اليساريين في كل أنحاء البلاد. ظل العسكري رئيسا مدة 17 عاما حتى قامت انتخابات في ظروف لم تكن بجانب بينوشي عام 1990. وقتها اضطر للتخلي عن السلطة لكنه لم يتخلى عن قيادته للجيش. وفي عام 2002 سافر رجل تشيلي القوي عجوزا ومريضا إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية، وبينما كان هناك اعتقل. وعندما عاد إلى تشيلي حكم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ووضع رهن الإقامة الجبرية، وتوفي عام 2006 قبل استكمال محاكمته. مؤيدو بينوشي يفتخرون بتفاديه ما سمي بداية الشيوعية في تشيلي، أما معارضوه فيتهمونه بتحطيم ديمقراطية تشيلي وتبني سياسات اقتصادية آذت ذوي الدخل المتدني وخدمت النخبة الثرية.